مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. معانا النهاردة أخبار الحقيقة كتيرة جدا جدا من كل الدنيا. أكيد عندنا يعني إسدال الستار على البطولة الأفريقية أبيجان 2023، هنتكلم عليها بشكل مفصل، خاصة المباراة النهائية. عندنا كمان ملف الدوري الإنجليزي والصراع القمة وليفربول ويورجن كلوب، وكمان يعني في يعني بعض التقارير طلعت كمان الوافد الجديد أو المدرب أو المدير الفني الجديد لليفربول الفترة اللي جاية هيكون مين؟ 95% هيكون أيضا ألماني من جنسية يورجن كلوب. الحقيقة النهاردة كمان يعني منتخب الأردن يعني وصل في استقبال، الحقيقة استقبال تاريخي رسمي وشعبي كبير جدا جدا، وكان على رأسهم رئيس الوزراء. خرج النهاردة كل الموظفين بدري بقرار وزاري، مشوا الساعة 12 الظهر من أجل الترتيب لاستقبال الأبطال، أبطال المنتخب الأردني أصحاب المركز الثاني في قارة آسيا والبطولة الآسيوية، اللي يمكن المنتخب الأردني الحقيقة قدم نسخة رائعة، نسخة تاريخية في تاريخ الأردن الحقيقة. وزي ما اتكلمت مع حضراتكم، منتخب الأردني ماشي على نهج وعلى خطة طويلة الأجل كان أسسها الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري. هنتكلم ونتناصل مع حضراتكم برضو في هذا الملف، لأنه ملف مهم جدا اللي اتكلمت مع حضراتكم فيه بعد الخروج من دور الـ16 لمنتخب مصر. وشايفين حوالينا كل المنتخبات وكل البلاد على جميع المستويات وعلى جميع الليفل، زي ما بتتكلم على التوب ليفل تتكلم كمان على المنتخبات ما بين قوسين منتخبات الصف الثاني والثالث، عندهم مشاريع وعندهم بلان وعندهم خطة ازاي قدروا يطوروا منتخباتهم عشان يوصلوا لدرجة عالية جدا من الاحترافية. الحقيقة نهاية امبارح كانت نهاية سعيدة الحقيقة على جماهير ومحبي كوت ديفوار. الحقيقة كانت مباراة النهائية في العرس الأفريقي ما بين نيجيريا وساحل العاج. الحقيقة كانت مباراة قوية جدا جدا، ولكن يعني الأبرز فيها هو المنتخب الإيفواري الحقيقة، اللي قدم مباراة رائعة على المستوى التكتيكي، على المستوى الفني، على مستوى الكامباك، العودة للمباراة بعد خروج من الشوط الأولاني بنتيجة 1-0 أمام المنتخب النيجيري. والحقيقة كانت مباراة قوية جدا تليق الحقيقة بهذه النسخة من أمم أفريقيا، نسخة استثنائية الحقيقة. منتخب الإيفواري يعني فاز بالبطولة، وكان يعني أول هدف يحرزه المنتخب الإيفواري في نهائي كأس أمم أفريقيا، رغم وصوله عدد كبير من المرات للمباراة النهائية، لكن كان دايما المباراة بتنتهي بالتعادل. ويعني ده كان أول فرانكي سي طبعا لاعب المنتخب الإيفواري كان هو صاحب الهدف الأول. والمباراة الحقيقة كانت مباراة ممتعة على الشكل الفني، على شكل المنتخب الإيفواري، اللي الحقيقة يعني كل السوشيال ميديا مش في أفريقيا بس لكن في العالم كله الحقيقة اتكلمت على الكامباك وعودة المنتخب الإيفواري، يعني ما بين قوسين كده من الموت بعد تقريبا 99.9 خروجه من دور المجموعات إلى تواجده في المباراة النهائية أمام منتخب نيجيريا، إلى الفوز التاريخي لمنتخب كوت ديفوار بنسخة طبعا أبيجان 23. الحقيقة منتخب رائع، منتخب مر بظروف صعبة جدا 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 على مستوى البطولة. زي ما بقول لحضراتكم صعوده لدور الـ16 كان يعني قدر وضربة حظ مش هتتكرر كتير في تاريخ كرة القدم الأفريقية أو العالمية يعني. ولكن مع طبعا إقالة المدير الفني بعد دور المجموعات، مع إسناد الإدارة الفنية للمساعد بتاعه، ولكن الحقيقة كوت ديفوار ظهر في شكل مخالف تماما عن دور المجموعات، إصرار وعزيمة وقوة وإرادة كبيرة جدا جدا لتحقيق هذا اللقب. فاز على منتخبات كبيرة زي منتخب السنغالي بضربات الجزاء، وكان المنتخب الإيفواري الحقيقة في المباراة النهائية أمام نيجيريا منتخب رائع. فرحة كانت كبيرة جدا امبارح، خرجت الآلاف والآلاف في شوارع كوت ديفوار بتحتفل بهذا الانتصار الكبير.
كان طبعا احتفالية رائعة في استاد المباراة بوجود رئيس الاتحاد زي ما حضراتكم شايفين، رئيس الجمهورية، رئيس كوت ديفوار، مع فرحة كبيرة جدا جدا لكل الشعب الإيفواري. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم هي دروس مستفادة من البطولة الأفريقية، بطولة 23 أبيجان 23 هي بطولة الدروس، الدروس المستفادة. خيبة أمل كبيرة جدا على مستوى المنتخبات العربية، ظهور أكتر من رائع لمنتخبات أفريقية ما بين قوسين كانت في الليفل الثاني والثالث، نتكلم على منتخب كان رائع، منتخب الرأس الأخضر، كونغو الديمقراطية وصولها لدور قبل النهائي، بنتكلم على منتخبات الحقيقة قدرت تطور نفسها بشكل كبير جدا، دروس مستفادة للمنتخبات العربية. وجرز إنذار كده ما بين قوسين، جرز إنذار إن الكرة الأفريقية والخريطة على الساحة الأفريقية الحقيقة بتتغير بسرعة بوتيرة سريعة جدا على مستوى المنتخبات. مؤشر خطر شوية على مستوى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حضراتكم عارفين يعني التصفيات المؤهلة لكأس العالم كمان في منتخبات قد تكون في المنظور منتخبات متوسطة، لكن الحقيقة بطولة أمم أفريقيا 23 محت هذه الصورة تماما. كل الناس دلوقتي بتتكلم على ان مفيش فريق افريقي او منتخب افريقي يستهان به على مستوى القارة الافريقية، وان لازم الاستعداد والجدية والاصرار والعمل بجهد، وكمان ان يكون عندك مفيش خلاص، بتحترم الخصم بشكل كبير جدا. كل دي عوامل حقيقة حققها المنتخب الايفواري بعد دور المجموعات، الاصرار على الهدف، الروح القتالية العالية جدا جدا، الكل عنده هدف واحد، مع طبعا مساندة جماهيرية كبيرة جدا على مستوى الحضور. فقدر المنتخب الإيفواري زي ما بقول لحضراتكم كده العودة من الموت، أو العودة عودة الروح ليه بعد دور المجموعات ووصوله للمباراة النهائية والفوز بيها. الحقيقة كان يعني نسخة استثنائية زي ما بقول لحضراتكم، وجهاز أو جرس إنذار لكل المنتخبات العربية أن الكرة الأفريقية عائدة بقوة. كان في جيل السبعينات والثمانينات أيضا منتخبات كبيرة موجودة، ولكن دلوقتي ظهر على الساحة أيضا منتخبات عندها قدرة كبيرة جدا جدا على إزعاج المنتخبات الكبيرة، على رأسها المغرب ومصر والجزائر وتونس، وحتى على مستوى السنغال، حتى على مستوى جنوب أفريقيا اللي طبعا فازت بالمركز الثالث. في إنجاز أيضا للكرة الأفريقية أو لجنوب أفريقيا، الحقيقة يعني نسخة استثنائية. هيكون عموما عندنا كلام كتير عن البطولة وتفاصيلها وأحداثها واللي حصل فيها، وإيه ملابسات المباراة النهائية، وكيف عاد المنتخب الإيفواري من يعني عودة في المباراة نفسها في التسعين دقيقة، وإزاي قطع مشوار طويل جدا جدا في هذه البطولة، عقبات كتيرة جدا قابلته، ولكن في النهاية يبقى الإصرار والعزيمة والروح القتالية هي السلاح الأقوى. طبعا الشكل التكتيكي والفني وكل ده مهم، ولكن تبقى الإرادة هي يعني عنصر مهم جدا جدا في كرة القدم. كمان على يعني على سبيل وجود الكابتن حسام حسن، الكابتن حسام حسن كان من الأساطير اللي اتكرمت في المباراة النهائية، كان متواجد مع أساطير أفريقيا في المباراة النهائية، والحقيقة الكابتن حسام حسن يعني صورة مشرفة الحقيقة للكرة المصرية والأفريقية، حائز على ثلاث بطولات أفريقية الحقيقة ما فيش شك. كابتن حسام حسن كلاعب يعني حفر اسمه من ذهب الحقيقة، كأفضل هدافي أو أفضل من أحرز مع منتخب مصر على مستوى منتخب مصر، تاريخ كبير جدا جدا كان ليه تواجد في المباراة النهائية باشتراكه مع أساطير كرة القدم الأفريقية. هي كمان بدأ مهمته سريعا، حضراتكم عارفين طبعا حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر الجديد، بدأ يجهز ملف منتخب مصر للمرحلة اللي جاية الحقيقة لاستعداد مرحلة جديدة. يعني كلنا بنتكلم على مرحلة جديدة مع الكابتن حسام حسن، كلنا إن شاء الله بنسنده وبندعمه، لأن المشوار طويل والمشوار صعب الحقيقة. ويعني هيتم تقديم جهاز الكابتن حسام حسن والجهاز بالكامل يوم الأربعاء بعد بكرة إن شاء الله في مؤتمر صحفي في اتحاد الكورة. كابتن حسام حسن كمان بدأ الأيام ديت أو هيبدأ الأيام اللي جاية بشكل كبير وبتركيز كبير جدا على تجهيز المنتخب للمرحلة اللي جاية، أولها طبعا في دورة الإمارات في شهر مارس، هتضم منتخبات قوية جدا على مستوى منتخب كرواتيا وتونس،
وكان طبعا الكابتن حسام يعني زي ما قلت لحضراته كان متواجد في كوت ديفوار لحضور النهائي، لكن على مستوى منتخب مصر بيحضر لهذه البطوله الحقيقه، لان بطوله يعني هي بطوله وديه لكن فيها منتخبات قويه، منتخب كرواتيا، منتخب تونس. وعايز بس اتكلم في البطوله ديت، يعني الكابتن حسام حسن مش عايزينه يقلق من البطوله ديت، يعني عايزين اكيد هيبقى المحترفين مش هيكونوا فيها بشكل كبير، فعنده فرصه كبيره جدا جدا، انه نقطه مهمه انه ينزل بالاعمار السنيه لمنتخبنا، دي نقطه مهمه جدا اعتقد الكابتن حسام على درايه بيها، ان كان منتخب مصر من اكبر المنتخبات يعني عمرا او النسبه او المعدل العمري لمنتخب مصر كان كبير جدا، مهم جدا ان احنا ننزل بمستوى الاعمار، وعندنا لعيبه مميزه في الدوري المصري يعني سنهم صغير ممكن جدا يكونوا متواجدين الفتره اللي جايه، دي نقطة مهمة. النقطة الثانية ان احنا مش عايزين هذه البطولة هي الحكم على حسام حسن، يعني برضو خلينا نكون يعني كده مساندين بشكل احترافي شوية، هي بطولة في إطار الاستعدادات لتصفيات المؤهلة لكأس العالم ان شاء الله، وبالتالي هي عملية تجهيزية بشكل كبير جدا، يشوف عناصر جديدة، يشوف عناصر مميزة إذا كان على مستوى الدوري المصري، يشوف كمان طرق اللعب اللي هيستخدمها إيه، ممكن هيلعب بأنهي شكل وبأنهي طريقة. مفيش شك إن الأداء ممكن يعني يكون فيه تذبذب شوية، أنا بتكلم علشان اللي جاي، علشان لما يكون شوية الأداء مش لسه، ندي الراجل فرصته ونديله وقته. منتخب كرواتيا منتخب كبير، منتخب تونس خارج كمان من أزمة كبيرة جدا بعد خروجه من بطولة أفريقيا في الدور الأول، وبالتالي هتلاقي عزيمة وهتلاقي شباب جديد، فالبطولة دي مهمة للكابتن حسام حسن عشان يرتب أوراقه وعلشان يجهز بعض العناصر اللي قد يستفيد بيها في مشوار تصفيات كأس العالم، لأن مشوار مهم جدا، مشوار صعب على فكرة. عندنا بوركينا فاسو من المنتخبات القوية جدا في المجموعة بتاعت مصر، ومنتخب لا يستهان به الحقيقة، وزي ما بقول دلوقتي أي اسم منتخب دلوقتي أفريقي لا يستهان به، فمشوار كأس العالم هيكون مشوار مش سهل، رغم زي ما بقول إن هيكون عيب قوي 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 لو منتخب مصر ما وصلش كأس العالم، لأن عندنا 9 مقاعد ونص في أفريقيا، وبالتالي أكيد إن شاء الله، لكن محتاجة شغل ومحتاجة تركيز ومحتاجة إن احنا نحترم الخصم ومحتاجة إن شاء الله كابتن حسام حسن يكون موفق في الفترة اللي جاية. زي ما بقول لحضراتكم هي فترة يعني فترة جديدة وعصر جديد، نتمنى إن شاء الله إن يكون بداية تصحيح، والبداية التصحيح إن شاء الله تبدأ كمان زي ما بتكلم على مستوى المنتخبات، سواء منتخبات الناشئين والشباب والمنتخبات الأولمبية، ونبدأ إن شاء الله نشتغل بشكل احترافي بإذن الله في ملف الكرة المصري. على مستوى نادينا العظيم النادي الأهلي بيستعد طبعا للسفر للجزائر، علشان طبعا المباراة المنتظرة أمام فريق شباب بوليسداد الجزائري، ده في الجولة الرابعة من مباريات طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا. الحقيقة النادي الأهلي النهاردة كان راحة من التدريبات، بكرة إن شاء الله يستأنف تدريباته بصورة طبيعية في ملعب استاد التتش، ده قبل 24 ساعة من السفر للجزائر اللي هيكون بإذن الله يوم الأربع بعد بكرة، وهيكون الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في رئاسة البعثة. وطبعا عارفين النادي الأهلي دلوقتي في على قمة المجموعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع فريق يانج أفريكانز، لكن يعني بطل تنزانيا لعب مباراة أكتر، عنده مباراة زيادة، من المهم جدا إن احنا الحقيقة الخروج بنتيجة إيجابية بإذن الله. المباراة مش سهلة، المباراة صعبة، الأجواء هتكون أجواء ساخنة جدا جدا، إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية للنادي الأهلي ونقدر نفوز بهذه المباراة، علشان كمان بعديها بأسبوع هيكون عندنا مباراة أخرى مع ميدياما الغاني، دي هتكون يوم 23 الجمعة اللي بعد اللي جاية، وهيكون يعني مهم جدا إن شاء الله تكون المحطة الثانية بالفوز إن شاء الله. شباب بوليسداد إن شاء الله قادرين على الفوز وإحراز إن شاء الله نتيجة إيجابية. بعديها كمان كان من المفترض إن بعد مباراة شباب بوليسداد النادي الأهلي هيعود ويلعب مباراة طلائع الجيش في الدوري، لكن الحقيقة المباراة دي تأجلت لأن الفترة الزمنية قليلة جدا ما بينهم سفر للجزائر وبعدين ترجع القاهرة وبعدين تطلع على غانا تاني بعديها بيوم، الأمور كانت هتبقى صعبة جدا، وبالتالي النادي الأهلي اتأجل له مباراة طلائع الجيش اللي كان مقرر ليها يوم الاثنين
بعد مباراه شباب بوليسداد، وهيتجه يعني في شكل كده ان شاء الله ربنا يكرمنا بس الاول في شباب بوليسداد، وبعدين بعديها باسبوع ننتقل الى غانا وهنقابل ميدياما الغاني في البطوله الافريقيه. طيب ده على مستوى النادي الاهلي، وكمان نهائي كاس مصر، نهائي كاس مصر اللي هيتلعب في السعوديه. كمان فريقنا الفتره اللي جايه عنده مباراه مهمه جدا، مباراه جماهيريه اكيد، وعلى مستوى التنافسي مع نادي الزمالك، وهيكون هذه المباراه او نهائي كاس مصر لموسم 2022-23 هتكون في السعوديه. كان الحاج عامر حسين عضو اتحاد الكوره ورئيس لجنه المسابقات اكد بشكل نهائي ان المواجهه ما بين النادي الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر يوم 8 مارس اللي جاي هتكون في السعوديه. كمان الحاج عامر قال ان الاهلي هيخوض مواجهه شباب بوليسداد وميدياما يوم 16 و23، وزي ما قلت لحضراتكم انه من الصعب هيبقى في مباراه ما بينهم اللي هي كانت مباراه طلائع الجيش، وعشان كده تقرر تاجيل مواجهه النادي الاهلي امام طلائع الجيش اللي كان مقرر ليها يوم الاثنين 19 فبراير. عامر حسين اوضح ان كمان تحديد موعد نهائي كاس الرابطه المصريه هيكون نهايه الموسم، وقال انه ما عندوش نيه لالغاء هذه النسخه، الغاء نسخه كاس الرابطه، وان شاء الله باذن الله هتكون نسخه جديده، ويعني مهتمين ان احنا او اتحاد الكوره مهتم او ما عندوش اي نقاش في يعني ان احنا يستبعدوا هذه النسخه او المباراه النهائيه. زي ما قلت لحضراتكم كمان ده مهم جدا، الماتشات الكتيره اللي بيمر بيها النادي الاهلي الحقيقه في الفتره اللي جايه، واحنا مستعدين الحمد لله، فرقتنا مستعده بشكل كويس جدا، جزء كبير الحمد لله رجع من الاصابه، رضا سليم رجع من الاصابه بشكل اكثر من رائع، كمان تالق موديست في خلال المباريات اللي فاتت مؤشر جيد جدا جدا، ان شاء الله كمان وسام ابو علي ما يكونش الاصابه كبيره، وان شاء الله هي اصابه بسيطه يعود سريعا لصفوف النادي الاهلي. والحقيقه كلنا يعني منتظرين عوده النادي الاهلي لبطولاته سواء على مستوى الدوري او على مستوى الافريقي، وان شاء الله باذن الله يكون موسم رائع للنادي الاهلي. الحقيقه النهارده عندنا كلام مهم في حلقتنا، هيكون معانا الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي هيشرفنا النهارده، زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على البطوله الافريقيه والدروس المستفاده منها، المنتخبات اللي شاركت فيها، التقييم العام لهذه البطوله وهذه المنتخبات في بطوله استثنائيه انا مسميها بطوله الدروس المستفاده على مستوى الكره الافريقيه. كمان هيكون لينا كلام عن الدوري الانجليزي البريمير ليج كمان المشتعل بشده في خلال الاسابيع اللي فاتت. حاجات كتيره الحقيقه معانا النهارده، ووجبه دسمه ان شاء الله نتمنى من انها تنال اعجاب حضراتكم. لكن خلينا قبل ما نقابل وندخل معانا ايهاب الجنيدي نتكلم مع بعض الاخبار السريعه معانا هنا في المحترف. على سبيل برشلونه، برشلونه في خبر بيقول ان برشلونه بيطارد مدرب مدريدي. الحقيقه اول اخبارنا النهارده كانت مفاجاه كبيره لكل انصار برشلونه الحقيقه، بعد ما كشفت بعض التقارير على ان المدرب الاسباني الشاب ونجم ريال مدريد السابق تشابي الونسو ضمن خطط برشلونه لمنصب المدير الفني. طبعا عارفين ان تشافي طبعا اعلن عن رحيله بشكل رسمي عن تدريب برشلونه مع نهايه الموسم الحالي. صحيفه سبورت قالت ان اداره برشلونه بتحلم بالتعاقد مع تشافي الونسو، طبعا المدرب العبقري يعني في المانيا طبعا تحت او بقياده باير ليفركوزن كمان دلوقتي لقمه البوندسليغا. اشارت هذه التقارير ان تشيلسي ان تشافي طبعا نجل لاعب تاريخي للبارسا هو بيركو الونسو كان بيتمتع بتقدير كبير جدا جدا في المانيا، يعني وهو من الحقيقه المدربين مش هقول لك الصاعدين، هو مدرب يمكن ظهر في فتره صغيره جدا بمستوى رائع على مستوى البوندسليغا، محقق ارقام قياسيه، لسه فايز على البايرن الاسبوع اللي فات، متصدر الدوري الالماني، ما اتغلبش يعني بقاله تقريبا دلوقتي داخل على اكتر من 40 مباراة خلال السيزون في البطولات المختلفة لم يهزم. الحقيقة ارقام كبيرة جدا بتدل ان تشابي الونسو من المدربين العظماء القادمين بشكل جيد جدا. ولو كان الناس بتتكلم على ريال مدريد فانا بقول لحضراتكم كمان ان ليفربول مهتم جدا 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 بالتعاقد مع هذا المدرب. المدرسة الألمانية الحقيقة في ليفربول أثبتت نجاحها من خلال 8 سنين مع يورجن كلوب، وكانت
تجربة أكتر من رائعة الحقيقة، مشروع عظيم قدمه يورجن كلوب لليفربول. وبالتالي تشابي ألونسو من المدربين اللي اشتغلوا في ألمانيا، لعب في ألمانيا كتير جدا، عنده ثقافة عنده ثقافة الدوري الألماني، وعنده نجاحات كبيرة جدا جدا. وبالتالي أنا في اعتقادي الموسم أو الصيف اللي جاي هيكون فيه صراع كبير جدا بين أندية كبيرة منها ريال مدريد وليفربول للحصول على خدمات تشابي ألونسو. خبر كمان كان خبر مهم جدا وخبر تاريخي الحقيقة، غياب السامبا عن أولمبياد باريس. ده خبر كمان حزين لي طبعا عشاق الكرة بصفة عامة، يعني بعد ما تأكد غياب منتخب البرازيلي عن أولمبياد باريس اللي هتقام في شهر يوليو المقبل. الحقيقة امبارح منتخب الأرجنتين تأهل لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه على البرازيل 1-0، وحجز منتخب باراغواي البطاقة الثانية عن قارة أمريكا الجنوبية. لغاية دلوقتي اتأهل للأولمبياد 12 منتخب على مستوى فرنسا، الولايات المتحدة، جمهورية الدومينيكان، وممثل طبعا الكونكاكاف، وأسبانيا، كرواتيا، والكيان المحتل ممثل أوروبا، إضافة للمنتخب الأرجنتيني وباراغواي. الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة، لأن المنتخب البرازيلي الحقيقة على مستوى الأولمبياد محقق نتائج كبيرة جدا، و يعني بقاله يعني دورات كثيرة جدا جدا متواجد في البطولة أو في الأولمبياد. الحقيقة خروجه وعدم تواجده في باريس في أولمبياد باريس السنة دي هيكون يعني خسارة للكرة العالمية الحقيقة، لأن المنتخب البرازيلي كمان من المنتخبات القوية جدا جدا جدا، وعنده صولات وجولات كبيرة جدا على مستوى الأولمبياد. يعني دايما بفتكر يعني كان حتى في أولمبياد لندن 2012 كان جيل رائع، يعني كان لسه بقى بيبدأ يعني بعض النجوم الكبار زي نيمار، كان متواجد دي سيلفا، ويعني يعني نجوم كبيرة جدا بتخرج من الأولمبياد. وده الهدف الحقيقة من هذه الدورة، دورة كبيرة جدا على مستوى العالم، من أكبر المناسبات الرياضية في العالم. إن شاء الله منتخبنا المنتخب الأولمبي متواجد في هذه الأولمبياد. نتمنى إن شاء الله إن هذه الأولمبياد أو هذه الدورة أو منتخبنا إن شاء الله يكون كمان عنده قابلية إن شاء الله إن إحنا نعدي دور الثمانية ونوصل لأبعد نقطة في هذه الأولمبياد. ده هدف من الأهداف، والهدف الأكبر إن إحنا نفرز من هذا المنتخب على الأقل 5-6 لاعبين يكونوا متواجدين في منتخب مصر الأول في الفترة الجاية. مهم جدا، خلاص أنت اللاعب اللي عندك بيلعب أولمبياد عنده 23 سنة، يعني لو ما اشتركش في المنتخب المصري وخد خبرات دولية كتيرة أعتقد الأمور هتبقى صعبة. وده الهدف الحقيقة من المنتخبات سواء منتخب شباب أو أولمبي، إن إحنا بنعمل بطولات. مهم جدا إنك تشارك بقوة، ولو قادر تحصل على هذه البطولات، لكن كمان مهم جدا انك تفرغ من هذا المنتخب عناصر مميزة للمنتخب الاول، وهو دوت الهدف الرئيسي. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الاولمبي. النهاردة كمان في خبر ان الويفا بيكشف عن كورة نهائي دوري ابطال اوروبا. طبعا النهاردة الاتحاد الاوروبي الويفا كشف عن الكورة اللي هيتلعب بيها الادوار النوك اوت ستيج اللي هي الادوار المقبله ان شاء الله من دوري ابطال اوروبا السنه دي. وفقا للموقع الرسمي للويفا الكوره الجديده هتظهر في الادوار الاقصائيه من دوري الابطال بالاضافه طبعا للمباراه النهائيه. اشارت ان التصميم الخاص بالكره يعود للمدينه المضيفه طبعا للنهائي، وحضراتكم عارفين النهائي هيبقى في لندن، يتضمن طبعا كرة رسومات نابضة بالحياة تضمن أسدين شعار لندن، وتابعت الشركة أن في رمز الأسد يعني بيرمز إلى التاريخ والثقافة الفنية لإنجلترا وعاصمتها طبعا لندن. كمان قال أنه بيمثل الشجاعة وقوة اللاعبين، يعني بيدوا كمان للبعض للكرة حتى بيديها رموز للمدينة اللي هتلعب فيها المباراة النهائية وهي لندن. دوري الأبطال طبعا النهائي دوري الأبطال في 2024 هيبقى يوم 1 يونيو في لندن إن شاء الله على ملعب ويمبلي الشهير. دي كانت يعني أخبارنا في المحترف. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل معانا الناقد الرياضي المتميز إيهاب الجنيدي عشان نناقشه في كل ملفات النهاردة المحترف بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بنجمنا النهارده وضيفنا في المحترف الناقد الرياضي المتميز ايهاب الجنيدي. يا بوب مساء الفل. مساء الخير عليك كابتن هاني. منورنا وحشتنا. ربنا يخليك كابتن. مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي. اهلا منور. النهارده عندنا حلقه ان شاء الله باذن الله تكون حلقه ممتعه معاك. وقبل كالعاده انت اكيد عارف ايهاب كالعاده يوم الاثنين بنقدم لحضراتكم نموذج اخر من ملف ما بين قوسين ملف اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسيه بيلعبوا في اوروبا. ملف مهم جدا لسه بنتكلم عليه وكل اسبوع بتكلم عليه. منتخبات كتيره جدا جدا منها منتخب اللي ظهر قدام حضراتكم الراس الاخضر في بطوله افريقيا بهذا التميز لانهم اشتغلوا على الملف دوت. اشتغلوا على الملف مين من عنده الجنسيه او مزدوج الجنسيه اللي عايش وجمعوا لعيبه كتيره جدا جدا معظمهم يعني معظمهم البرتغال واسبانيا وقدروا يعملوا منتخب محترم. كمان احنا في حاجه ماسه طبعا لوجود عدد كبير من محترفين موجودين في المنتخب المصري. والنقطة دي يعني كمان اتكلم عليها محمد صلاح بشكل كبير جدا لما اتسأل هو ايه اللي ناقص منتخبنا. قال ناقص منتخبنا الحقيقة ان يكون عنده عدد كبير من اللاعبين المحترفين في اوروبا بشكل اكبر. وده اكيد هيساهم طبعا في رفع يعني الكرة المصرية والمنتخب المصري. نشوف مع حضراتكم نموذج جديد من هذا اللاعب. لاعب اعتقد بيلعب في الدوري السويدي. الحقيقة شاشة قناة النادي الأهلي وعندنا هنا برنامج المحترف الحقيقة احنا اول ناس فتحنا هذا الملف الحقيقة نقدر نقول تقريبا من سنة واكتر وقدمنا ملفات ونماذج كثيرة جدا جدا. ان شاء الله الاتحاد المصري لكرة القدم يهتم بهذا الملف لانه ملف مهم جدا جدا في يعني حلقة مهمة جدا ان ازاي تعمل منتخب قوي. ومنتخبات كثيرة الحقيقة يعني اتمت هذا الملف بشكل رائع على رأسها المنتخب المغربي، المنتخب براس الأخضر، منتخب السنغال، منتخبات كثيرة جدا جدا. إيهاب أنت عارف القصة ديت مش هنتكلم فيها كتير لكن هاخدها من المحترفين، محترفينا الموجودين بره عنصر مهم جدا جدا يكون عندك عدد كبير من المحترفين في منتخب بلدك بيديك أدفانتج، بيديك يعني فرصة كبيرة إنك تحقق بطولات وتظهر بشكل جيد جدا. طمنا على محترفينا بعد نهاية البطولة الأفريقية يعني وعودتهم للدوريات المحليه. طيب مبدئيا يا كابتن يعني عايزين نبارك كابتن حسام حسن توليه تدريب منتخب مصر طبعا بشكل رسمي الفتره اللي فاتت. وانا بربط ده باللي حضرتك قلته دلوقتي. انا متفائل خير في كابتن حسام. كابتن حسام من مدرسه كابتن جوهري هيعتمد هيجيب شباب. انا يعني واثق في ده انه هيجيب شباب خلال تصريحاته وخلال برضه كلام ليه من يومين كده ان في عناصر شابه في دماغه وفي عناصر عايز يحطها كتير. منتخب ميكالي هو حاطط عينه على 6-7 لعيبه فيه زي ابراهيم عادل وزي محمود صابر وزي لعيبه كتير ظهرت بمستوى متميز في المنتخب ده وقدروا ابهرونا زي ما حضرتك تابعت طبعا في بطوله افريقيا ووصلوا المباراه النهائيه في المغرب وكان منتخب قوي جدا. ولولا طبعا حاله الطرد واللي حصل في المباراه دي كان ممكن نبقى احنا ابطال افريقيا. فدي انا متفائل بيها خير مع كابتن حسام ان هو يبدا يبص على العناصر الصغيره لان طبعا عفوا اللي حصل في امم افريقيا ان احنا اكبر المنتخبات سنا معدل اعمار سنيه. دي كارثه، دي كارثه لمنتخب مصر ان انت تبقى قاعد كمدير فني. ودي اكبر اخطاء في فيتوريا انا شايفها. مفيش اي حد مفيش عنصر جديد قدمته كان كامل. كان السؤال اللي دايما بنقوله لما نيجي نحلل نبص على المنتخب ده نقول عندك كام لعيب من المنتخب الاولمبي بتاعك. احنا شايفين ان افضل لاعب امبارح في المباراه النهائيه سيمون ادينجرا اللاعب بتاع برايتون. افضل لاعب شاب يعني في البطوله وافضل لاعب في المباراه امبارح كمان مان اوف ذا ماتش للمباراه النهائيه وهو افضل لاعب شاب في البطوله.
جناح برايتون اللاعب الصغير اللي كانت دموعه زي ما بيقول العالم كله دلوقتي، كانت دموعه بعد ماتش غينيا ال 4-0 دي ملهمه لفرقته وملهمه لشعب كامل انهم يبدا الفريق يقاتل على البطوله بده. فلازم الشباب الصغيره دي زي ما بنقولوا الاولاد الصغيرين دول حماس، حماس كبير، عايزين يعملوا حاجه، عايزين يكتبوا اسمائهم، عايزين يخلدوا يعني حاجه كبيره لبلدهم يعملوها غير اللي احنا شايفينه في منتخبنا خالص. فانا متفائل ان شاء الله الفتره الجايه ان كابتن حسام يضم عناصر صغيره. انا متفائل زيك بس بشروط ان احنا نديله المساحه ونديله السبورت ونديله يعني البطوله اللي جايه بطوله مارس موجود فيها كرواتيا وتونس، هي بطوله يعني بطوله استعداديه على مستوى قوية. استعداد وبطوله قويه. ف ما بين قوسين لا قدر الله وارد جدا ما تظهرش بشكل جيد بالزبط. ممكن تكون النتائج مش على المستوى، بالتالي ما يبقاش ده الحكم على مستقبل حسام حسن، لان اتكرر سيناريو مع ايهاب جلال، اتكرر سيناريو مع كابتن حسام البدري. فخلينا ندي التجربه كامله للكابتن حسام حسن. لازم يا كابتن، لازم زي ما بنصبر على المدير الفني الاجنبي، هي دي وجهه النظر، زي ما بتصبر عليه وزي ما بتقول ده مدرب مشروع. دايما كل ما يجي لنا مدرب اجنبي يقولوا مدرب ولا شفنا مشروع ولا شفنا مشروع ولا شفنا اي حاجه. كل ما يجي مدرب اجنبي ده مدرب مشروع، ده بيعمل مشروع كيروش للكره المصريه، فيتوريا بيعمل مشروع وبيكون جيل للكره المصريه، ولا شفنا جيل ولا شفنا مشروع وكنا أسوأ المنتخبات. انا بتفق في بطوله افريقيا. فلازم زي ما بنصبر على الاجنبي عقده الخواجه نسيبها شويه وندي الفرصه كامله للكابتن حسام حسن يدعم، شوف ايه اللي محتاجه، محدش يتدخل في اختياراته بالظبط زي الاجنبي، انا عايز ده مش عايز ده، رؤيتي كذا، عشان بعد كده زي ما كنت انا يعني انا اتكلمت فيها حتى عندي في الجورنال، عندي الجهاز الفني بتاعه انا مش شايف يبقى في اي تدخل فيه، انا عايز سين وصاد وعين خلاص، انا هم دول اللي هشتغل بيهم، عشان ما اجي احاسبك انا سبت لك كل حاجه، سبت لك اختياراتك، سبت لك الناس اللي انت بتقول بتقدر ترتاح في العمل معاهم، اختار جهازك بالك الفني. خلي بالك ايهاب ده بقى شيء منطقي يعني ما خلاص يعني حتى لا يقبل الجدال، يعني موضوع انك بتفرض شخص معين او عنصر معين، الموضوع ده مش موجود. اي مدير فني او مدرب اجنبي بيجي ما حدش بيناقشه انت جايب ده ليه، طب ما تاخد ده، يعني الامور زي انت بتقول جهازه بالكامل اللي عارف شغله كويس وشغال معاه بقاله سنين عشان بعد كده تقدر تحاسبه، وما تجيش مره يقول لك اصل انا كنت محتاج ده وانت قلت لي لا. فالامور دي ان شاء الله في المؤتمر الصحفي اعتقد يوم الاربعاء بعد بكره هيعلن الجهاز الفني والجهاز الاداري والشكل العام لمنتخبنا او للجهاز كله ان شاء الله في المؤتمر. بالظبط. طيب عايز نبدا من مين بقى كابتن؟ محترفينا بقى بمحترفينا، يعني لسه قبل الهوا بقول لك انني كمان شارك في المباراه الاخيره مع الارسنال، ادينا فكره كده عن محترفينا. طيب لو بدانا من النني زي ما حضرتك قلت، النني كل لعيبتنا تقريبا رجعوا من منتخب مصر كانوا مع منتخباتهم على طول بمجرد تجهيزهم يوم اثنين، دخلوا مع فرقهم وانديتهم في اوروبا في المباريات. محمد النني شارك في المباراه الكبيره لارسنال وما هنتكلم عليه شويه، ارسنال بينتفض انتفاضه كبيره جدا في البرايمر ليج، قدر انه يشارك في المباراه دي في الدقيقه 68 بدينا لديكلان رايس، يعني ديكلان رايس جاب الجون السادس على طول وراح المدرب سحبه ودخل النني. لعب حوالي 25 دقيقه طبعا او اكتر بالوقت الضايع وقدم اداء جيد، وده برضو رد على بعض الانتقادات. الفكره مش انك تنتقد لاعب، الفكره مش ان النني لا ما يخشش منتخب مصر تاني، الفكره انك العمليه كانت في توظيف النني. بالظبط، الفكره انك توظفه ازاي، ازاي استفيد من محمد النني. ما هو يا جماعه مش ممكن ان كل المدربين، انا اسف مع احترامي للمنتقدينه، مش كل المدربين اللي جم ارسنال دول اغبياء او ما بيفكروش او ما بيفهمش ان محمد النني ده ثابت معاهم والاداره بتجدد له والمدير الفني اللي بيمسك الفرقه بيطالب بالتجديد ليه. خلي بالك ايهاب برضه اللي يعني هاجموا النني، هو طبعا الهجوم بشكل يعني يعدي الخطوط الحمراء ده ممنوع، يعني ده ما ينفعش، ممكن تنتقد ولكن كانت الناس شايفه ان النني مش في البوزيشن بتاعه، او كان يعني كان مروان عطيه كان افضل منه في الحاله البدنيه والحاله الفنيه بتاعت مروان والحاله الفنيه والبدنيه بتاعت النني، لا مروان كان افضل توظيف، هو يمكن روي فيتوريا توظيفه للنني كان ممكن يستفيد بيه على المستوى اللي على مستوى مثلا يبقى رقم 8 ممكن يكون موجود بشكل افضل. بالظبط، هو التوظيف بس اللي هو توظيفه كان خاطئ، وده اللي احنا قلناه توظيفه زي ما حضرتك قلت توظيفه كان خاطئ. محمد النني ما بيلعبش مركز 6 ده انك تديله كل المهام دي، هو مش بتاع اللاعب اللي بيقطع وبيعمل كده. صحيح. محمد النني بصير كويس زي ما بنقول، مرير كويس جدا في نص الملعب، بيلعب 8 بيمرر بيحرك خطوط الفريق، وده اللي بنشوفه بيعمله في ارسنال لما بينزل في المباريات. اللي عجبني كمان يعني استمرارا لتألقه مع المنتخب كمان مصطفى محمد مع نانت، يعني حتى المدير الفني قال جملة كده عجبتني، قال محمد أول ما جه من البطولة الأفريقية عنده روح تنافسية عالية جدا أكتر كمان ما كان قبل ما يمشي، كان عنده
تحس ان عنده طاقه وعنده اصرار كبير جدا جدا، ويمكن متالق بشكل كبير في الدوري الفرنسي. لو قلنا ان مصطفى محمد افضل لاعبي منتخب مصر في بطوله كاس الامم الافريقيه، فدي مش يعني حقه. لو طبعًا قلنا الكلام طبعا مصطفى محمد صاحب المركز الثالث في ترتيب هدافين البطوله، 4 اهداف، قدم مستوى متميز جدا، عمل ارقام قياسيه كاول لاعب في تاريخ الكره المصريه يسجل في 4 مباريات متتاليه في كاس الامم الافريقيه، راح لعب ماتش نانت فرقته ضد تولوز سجل هدف ما اروعه يا كابتن، هدف من كره ثابته جميل جدا، وصنع الهدف الثاني. يعني هو كمان كان رايح خد مان اوف ذا ماتش، كمان خد مان اوف ذا ماتش، وكان رايح انفراد في الهدف الثاني لو حضرتك شفته طبعا، وبيرجع الكره لزميله خلاه انفراد كامل اسهل منه، فكان قدم مباراه كبيره جدا. وفقا للتقارير اللي النهارده كذا صحيفه في فرنسا وفي اوروبا اتكلموا فيها، محمد مصطفى محمد حاليا هدف دي طبعا دي صورة الهدف. هو طبعا المسافه مش قريبه، خلي بالك، مسافه بعيده، وحطها يعني الحيطه عليت شويه وحطها من تحت الحيطه في الزاويه اليمين بعيده قوي عن حارس المرمى. كان جون ارضيه وجميله، ارضيه يعني قويه جدا، وكان هدف الحقيقه هدف رائع. ده اعتقد كان في بدايه المباراه في الدقيقه 2 من المباراه. يعني اقول لك معلومه هنا يا كابتن هاني، مصطفى محمد حاليا اكتر لاعب، انجح لاعب في الدوريات الخمس الكبرى حقيقي تنفيذا للركلات الحره، ركلات الثابته الحره هو صحيح. اكتر لاعب سجل 2 من 4 ركلات نفذها مع فرقته نانت، هو الانجح في كل لعيبه. خلي بالك لراس الحربه، ما فيش روس حربه كتير عندهم بينفذوا اللعبه السنس دي بتاع بالظبط، الضربات الثابته. يعني مصطفى ما شاء الله عليه، دي دايما بنلاقيها في لعيبه النص واللعيب 10 اللعيب 10 كان بالزبط. انما راس حربه بينفذ الضربات الحره بالجمال ده اللي احنا شايفينه وبالقوه دي. فلا مصطفى محمد حاجه، واللي جاي افضل ليه، لان النهارده في كلام كتير جدا في كل الصحف تقريبا في فرنسا وانجلترا انه تحت عيون انديه اوروبيه كبيره، ده حقيقة. بعد كمان التالق الكبير ليه في بطوله افريقيا. يعني هو الراجل تالق في بطوله افريقيا، رجع على فرقته عمل ماتش كبير جدا، وواخد دفعه من الاهداف اللي سجلها في بطوله افريقيا، ورغم خروج منتخب مصر والاحباط اللي صابه الا انه كان قدم بطوله جيده، تشعر انه راضي عن نفسه ان انا عملت حاجه مع منتخب بلادي، انا اجتهدت ولعبت وعملت اللي عليا. على نفس المستوى تقريبا او نفس الريبورتس او التقرير اللي طالعه لمصطفى محمد، برضو كان تقرير حتى قبل البطوله لعمر مرموش، طبعا بيلعب في فرانكفورت، ولسه كمان النسخه اللي فاتت او الاسبوع اللي فات كان احرز هدف رائع مع فرقته. التقرير بتقول بعض الانديه الاوروبيه زي الارسنال توتنهام مهتمين. انت كمان قبل الهوا بتقول لا، كمان على مستوى البوندسليجا نفسها وبروسيا دورتموند مهتمين. فقول لي برضو رايك ايه في عمر مرموش، و هل من الوارد نشوفه في البريمير ليج السنه اللي جايه؟ ممكن طبعا، كل شيء ممكن بالنسبه لعمر مرموش وفقا للموسم الجاي جدا اللي بيقدمه. عمر مرموش الموسم ده من اول الموسم بيواصل بعد بطوله افريقيا تقديم الموسم الرائع اللي بيقدمه مع فرقه فرانكفورت، اتعادلوا طبعا مع بوخم 1-1، وهو كان سجل الهدف بتاع فرانكفورت بعد تقريبا 2 يومين من رجوعه لفرقته، لعب وشارك وقدم مباراه كبيره جدا وقدر يسجل هدف لفرقته. حاليا الكلام ان في توتنهام وفي ارسنال وفي كمان نيوكاسل عينهم عليه في الدوري الانجليزي، بجانب ان احدث حاجه النهارده ان فرقه بروسيا دورتموند وضع عينيها عليه بقوه، قدموا عرض رسمي اهو لسه، بس هم الكلام ان في مفاوضات شفهيه كده مع وكيله وعارضين، بس انا وفقا للمبلغ اللي اتكلمت فيه بعض الصحف الالمانيه 10 مليون يورو اعتقد ان دوت مش هتوافق عليه اداره فرانكفورت، خاصه يا كابتن ان احنا لو بصينا للقيمه التسويقيه ليه عمر مرموش، لازم دايما ما تقدم عرض يكون ملائم ومناسب للقيمه التسويقيه للاعب. حاليا عمر مرموش واحد من اعلى لعيبه العالم قفزه في القيمة التسويقية، لأن هو الصيف كان سريع جدا، الصيف اللي فات كان 7 مليون يورو، الصيف ده اللي بعديه بعد انتقاله الموسم ده قفز ل 16 مليون يورو، فمش ممكن تبقى أنا قيمة السوقية 16 مليون يورو. اللي أعرفه إن لو الرقم وصل ل 20 25 ممكن ينتقل، يعني طبعا الرقم خاصة اللي إن فرانكفورت من الأندية زي ما حضرتك عارف ولعبت كتير في ألمانيا، من الأندية لما يجي لها عرض كبير بتسيب اللعيبة، يعني مش هتقدر تقف زي ما حصل مع لعيبة كتير بعتها لريال مدريد والفرق في إنجلترا، فهو ولايبزيج نفس القصة، فهي معظم أندية ألمانيا باستثناء بايرن ميونخ الكبير بتاعهم لو جاله عرض مغري بيبيع اللعيبة وبيعتمد على السوق بتاعته النمسا وسويسرا وكده وياخد لعيبة جديد. صحيح. ف على مستوى المحترفين مين تاني بعد ما رجع؟ ده طبعا التألق الثلاثي، وكان تألق واضح جدا جدا جدا، يعني الحديث محمد كله بقى صلاح بقى. محمد صلاح وفقا للي اعلنه بعض التقارير القريبه من ليفربول ان هو بيتم تجهيزه لمباراه برينتفورد يوم السبت الجاي،
بعد الإصابة اللي عانى منها. محمد صلاح بالفعل كان بيعاني من إصابة، بالفعل التخبط عندنا هو سبب الأزمة، تخبط في اتحاد الكرة، تخبط في القرارات، تخبط في إعلان الحقائق للناس. لا، محمد صلاح كان مصاب، مصاب إصابة قوية في العضلة الخلفية، وكان لازم يغادر يعني، أو على الأقل يتم علاجه، لأن هو ما لعبش زي ما شفنا الناس كانت بتقول لك لا ده هيسافر ليفربول هيلعب. لا، الفرقة لعبت 3 مباريات من غيره بعد ما رجع وما لعبش وما شاركش. مدة الإصابة كمان حتى لو كنا وصلنا المباراة النهائية ما كانش هيبقى جاهز خالص، برضه ما كانش هيلعب بالزبط. لأن هو ماتش بيرنلي أول امبارح مع ليفربول برضه ما شاركش، صحيح، اللي هو خلاص كان قبل يوم مثلا من نهائي أفريقيا لو كان موجود. لا، هو برضه ما شاركش لأنه لم يكن جاهز رغم حاجة فرقته لجهوده. الكلام حاليا اللي بيدور كله في ليفربول مستقبل صلاح. هم عندهم 3 لعيبة رصدينهم يا كابتن عايزين يجددوا لهم ومهمين جدا، عندهم فان دايك وأرنولد ومحمد صلاح. محمد صلاح عقده هينتهي في صيف 25 2025 بالظبط في الصيف، وهو حاليا اعلى اللاعبين راتب اسبوعي في الفرقه، بياخد 350,000 استرليني في الاسبوع. ولكن حصل النهارده حديث قوي عن تجديد عرض اتحاد جده، قلب الدنيا من ولا جديد. الهلال السعودي؟ لا، اتحاد جده، الكلام على اتحاد جده. عرض خرافي جدا جدا جدا، اعلى عرض في تاريخ كره القدم، تخطى عرض نيمار. عرض نيمار كان 222 مليون يورو لما خدوه من برشلونه باريس سان جيرمان. لا، حاليا هم عارضين 200,000 استرليني، ما يعادل 235 مليون يورو لليفربول، وده عرض خيال لنادي ليفربول. 235 مليون ده يورو. للنادي ده للنادي، ده عرض خيالي بالنسبه لنادي ليفربول طبعا، يعني زي ما بقول لحضرتك يخليهم يفكروا كتير، يخليهم يفكروا هو كتير. هو اخر عرض كان وصل تقريبا 180 200 ده كان 170 كان 150 ورفعوا شويه وقالوا 170. ده كان الموسم اللي فات او الصيف اللي فات الماضي. انما حاليا ده عرض كبير جدا انهم ياخدوه في الصيف الجاي. في اصرار من جانب الانديه السعوديه على شراء محمد صلاح، في اصرار انهم ياخدوا محمد صلاح عندهم. بجانب الراتب الاسبوعي 4 أضعاف، اضرب في 4 يعني، هو بياخد 350,000 مليون استرليني، مليون عرضوا عليه مليون ونص. مليون ونص راتب اسبوعي، مليون ونص يعني مبلغ خرافي طبعا، عقد كبير جدا. ولكن خليني اسالك، بعض الناس ربطت ان محمد صلاح هيغادر ليفربول مع طبعا اعلان يورجن كلوب الرحيل في نهايه الموسم، شايف ده ممكن يكون وارد، خاصه ان العلاقه ما بين الاثنين كانت علاقه ممتازه خلال يمكن السنين اللي فاتت. ده سؤال. السؤال الثاني، تشابي الونسو برضه في النهارده بعض التقارير من ليفربول مهتمين جدا جدا بالتعاقد معاه. بالظبط. جانب الاخر ريال مدريد كمان مهتم بالتعاقد معاه. شايف كمان الجزئيه دي ازاي؟ هل محمد صلاح هيجدد؟ هيروح السعوديه؟ هل تشافي الونزو هيكون متواجد مع الملكي ولا مع ليفربول؟ طيب نبدا من تشافي. تشافي الونزو اعتقد ان تشافي خلاص ريال مدريد قفل الصفحه دي. اعتقادي التجديد مع كارلو انشيلوتي اللي اعلن من الاسبوع اللي فات 3 سنين، فخلاص هم كده اداره النادي الملكي قررت انها تكمل مع انشيلوتي الفتره الجايه مع النجاحات الكبيره اللي محققها في الفريق. وحتى الان هم راكبين الدوري بفارق 5 نقاط تقريبا عن جيرونا، وهم الفريق الوحيد على فكره اللي كسب جيرونا رايح جاي. جيرونا تعرض لخسارتين في الدوري، ما فيش غير امام ريال مدريد اللي خسرهم. فالفرقه ماشيه كويس مع كارلو انشيلوتي. التجديد معاه من جانب اداره النادي بيقول ان هم خلاص قفلوا صفحه المدير الفني دي. حاليا الاقرب ليه كل الصحف رابطه بينه وبين ليفربول لخلافه يورجن كلوب. تشابي الونسو مدرب زي ما حضرتك قلت في الانتر، وشفنا مدرب رائع جدا، مدرب هو الابرز في اوروبا حاليا، بيقود فريق لم يتعرض لاي خساره، فريق يعني فارض كلمته على الكبار في الدوري الالماني حاليا. هي المعادله بقى حاليا هتبقى بالنسبه لصلاح، صلاح هيعمل ايه؟ هل انت هتكمل ولا لا؟ وجهه نظري ان صلاح هيكمل في ليفربول. صلاح واخد ليفربول انه خلاص ان انا عايز ابقى من الاساطير، اساطير هذا النادي والاسطوره، ان لم اكن الاسطوره الاكبر في تاريخ ليفربول. يعني اللي حصل في الصيف اللي فات والعروض المغريه جدا اللي جات له والفلوس اللي جات له واللي رفضها واصراره انه يكمل، ووكيل اعماله طلع قال الكلام ده رامي عباس طبعا، فده يدل ان خلاص محمد صلاح وجهه نظره حاليا ان هو لا، انا عايز اكمل في ليفربول، عايز اواصل صناعه التاريخ في النادي ده، خاصه في ظل يا كابتن الهاله الكبيره والحجم الكبير طبعا اللي هو يستحقه اللي واخده في ليفربول. اكيد يعني اللي هو يعني هو طبعا واخد البوزيشن بتاعه والمكانه بتاعته، مفيش شك يعني، مفيش شك طبعا. دايما قبل فتره الانتقالات بيكون في القيل والقال، ولكن كمان على مستوى العقد الكبير اللي متقدم له من اتحاد جده، يعني هنشوف. يعني انا اتمنى صلاح طبعا كل التوفيق، واحنا مع قراراته دايما الحقيقه. بالزبط.
نتمنى دايما نشوفه في البريمير ليج، لكن لو هو قرر ينتقل للدوري السعودي اكيد برضه هنتابعه بشكل كبير. طب. كمان على مستوى تريزيجيه، تريزيجيه كمان من اللعيبه اللي قدمت، انا متهيألي قدمت نسخه لا باس بها، نسخه جيده من بطوله افريقيا، كان عامل مجهود كبير جدا، كان بيحاول في كل مباراه انه يطلع كل طاقته. تريزيجيه كمان بعد عودته من بطوله افريقيا كمان متالق مع ترابزون سبورت في الدوري التركي، واعتقد كمان احرز هدف. تريزيجيه حاله الحقيقه ممكن تتكلم عليها، وان تريزيجيه الحقيقه كمان فترات كبيره ما خدش حقه مع منتخب مصر بشكل كبير. تريزيجيه على مستوى الاحتراف لما نيجي نقيمه، انا متهيألي كان ممكن يوصل لنقطه ابعد من كده بكتير. يعني انا شايف يا كابتن اكبر غلطه عملها تريزيجيه انه ساب الدوري الانجليزي، دي غلطه كبيره من تريزيجيه مع استون فيلا والفرقه بتاعته. رغم الاصابه يعني هو كان عامل موسم بدايه زي ما شفنا الموسم اللي فات، بدايه تاريخيه واداء رائع لولا الاصابه القويه اللي تعرض ليها واللي بعدها غادر. انا شايف يعني دايما عودته للدوري التركي دي كانت دايما خطوه بقارن صحيح. بالوكيل انا شايف ان مصطفى محمد دايما بقولها وتريزيجيه محتاجين وكيل اعمال زي صلاح كده، وكيل لاعبين زي رامي عباس، هتفرق كتير. رامي عباس بس الاتيتيود يعني يبعد بس الاتيتيود بتاعه شويه، يهدى علينا شويه ويبقى كويس. صلاح بس يهدى علينا شويه. طيب ده كانت اخبار المحترفين، لكن لسه عندنا ملف في البطوله الافريقيه. الحقيقه هناخد راي طبعا ناقد رياضي ايهاب الجنيدي في مجمل البطوله الافريقيه، بطوله المفاجآت، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. ايهاب، قبل ما اخش معاك على المباراه النهائيه لبطوله امم افريقيا، خليني اسالك سؤال يتعلق برضو بالجزئيه اللي كنا بنتكلم عليها، انتقال المدربين تشافي الونسو لليفربول بشكل كبير. لكن يورجن كلوب هو اتكلم على في المؤتمر الصحفي لما اعلن نهايه رحيل او اعلن رحيله من نهايه الموسم، وقال ان انا بفكر ان انا اشارك في دوري جديد، مش هدرب حد في الدوري الانجليزي لان عندي احترام كبير جدا جدا لجماهير ليفربول. تفتكر على مستوى انهي دوري ممكن يكون متواجد يورجن كلوب بالموسم القادم؟ طيب، هما ثلاث وجهات حاليا يدور حولهم الكلام حول وجهه يورجن كلوب. الاولى برشلونه في ظل التوجه حاليا من لابورتا نحو مدرب الماني. لابورتا عايز المدرسه الالمانيه، مش عارف ايه دماغه يعني انه عايز يتجه للمدرسه الالمانيه. من الملف ده اتكلموا كمان على فليك المدير الفني طبعا السابق للمنتخب المرشح الاول، وان فليك حتى صرح لكتير مقربين منه انه تلقى اتصالات من ديكو انه بيتعلم الاسبانيه وعايز يعرف الدنيا. فهم اساسا هو دماغهم حاليا في مدرب المدرسه الالمانيه. فالوجهه الاولى اللي قد تكون ليورجن كلوب اللي هو بيقول نادي دوري جديد هدرب فيه، هيكون غالبا الدوري الاسباني كاحد الخيارات اللي قدام، الخيارات المطروحه. الخيار الثاني هيكون الدوري الامريكي. الدوري الامريكي، لان بعض التقارير هيروح لميسي ولا هيروح لميسي ورفاقه. بعض التقارير اتكلمت انه عنده عرض مغري برضه من الدوري الامريكي. الدوري الامريكي زي الدوري السعودي لا زالوا مستمرين في فكره استقطاب النجوم واستقطاب المدربين عشان يعملوا ياسسوا لكره قدم قويه في امريكا، خاصه ان الولايات المتحده الامريكيه 2026 المونديال، فبرضه عايزه تعمل كوكبه من النجوم عندها في الفتره دي وتعلى بالدنيا شويه في الدعايه للكوره والكلام ده، لان هي طبعا احد الدول الثلاثه اللي هيقام فيها المونديال المقبل، فمهتمه بالموضوع ده جدا. الوجهه الثالثه هي الدوري السعودي. دوري النجوم طبعا، ودوري النجوم الكبار حاليا والفلوس الكتير جدا. طبعا بعض التقارير قالت ان ممكن يكون زي اتحاد جده مشى مدربه، المدرب مش ماشي، النصر بيمشي مدربه، ده كتير حاليا في الدوري السعودي، لان هم بيصرفوا وبيجيبوا نجوم وبيجيبوا اسماء كبيره، فالمدرب ممكن قد لا يحالفه التوفيق فبيفكروا. بعض التقارير برضو يعني التاني. اضافه لكلامك ان ممكن يكون على مستوى الدوري الايطالي للانتر او لميلان، واحد من الاثنين، والاقرب يكون الميلان، وقد تكون بس هو اختيار بعيد شويه. طبعا كنت عايز ارجع سنه ونص ورا كده شويه ليورجن كلوب لما طلع قال بعد ليفربول وقال له هتمشي، فقال انا هاخد هدنه.
ورد رسميا يمكن حضرتك تفتكر حاجات، قال هاخد هدنه من التدريب وهقعد مع اسرتي وهستمتع بحياتي لفتره، قالوا له حتى ايه، قال استجماما هستجم شويه من التدريب، دي مهنه مرهقه ورهقتني. هو فعلا قال ان الطاقه انتهت خلاص، ما عندوش طاقه كمان، فهو محتاج فتره راحه. خلينا بقى نروح للمباراه النهائيه، ساحل العاج او كوت ديفوار ونيجيريا. شفت المباراه ازاي؟ وهل ساحل العاج فعلا حققت المعجزه الكبيره في هذه النسخه الاستثنائيه بالنسبه طبعا للكوت ديفوار؟ العائدون من الموت يا اخي، عائدون من الموت، صحيح. اللقب اللي انتشر في كل حته ليهم، صحيح، الافيال العائده من الموت. طبعا يعني لو اي حد بعد الدور الاول او في الدور الاول بتساله منتخب كوت ديفوار هيقول لك ده اول المنتخبات اللي هتخرج من البطوله، يعني خلاص خساره. احنا كنا هنا اعتقد في حلقه يوم كانوا خسرين، خلاص قلنا خرجوا 4-0 من غينيا، غينيا، وخسروا 2-0 من نيجيريا اللي كان معاهم، خسروا 2-0 وكسبوا مباراه الافتتاح. ومباراه الافتتاحات دايما في عالم كره القدم لا تبني على مباراه الافتتاح، ما تقيس عليها مستوى فريق حلو او وحش، لان ما بتحكمش عليها بنسبه كبيره. فطبعا قدموا دور اول سيء جدا جدا، وتمت معه اقاله المدرب جاسكيه، لان هم خلاص حتى هم الرياضه هناك والرئيس الحسن وطاره واداره الدوله كانوا مهتمين جدا بالبطوله وبينظموا لها من سنه ونص، وعمالين كل حاجه بيخلصوها، عايزين منتخب قوي جدا ينافس. فطبعا المنتخب اصابهم بالاحباط فشالوا المدرب وقالوا خلاص احنا كده كده زي ما حضرتك قلت خرجنا، احنا خرجنا بالزبط من البطوله، مش فارق. تشاء الصدف منتخب المغرب يكسب زامبيا ويقدم لهم اكبر هديه في تاريخهم، يعني ان هو يكسب زامبيا فيصعد منتخب كوت ديفوار بالثلاث نقط بس اللي خدهم ضمن افضل توالد. كان داخل فيه كميه كبيره من الاهداف، 6 اهداف داخلين فيه، فطبعا عدد كبير من الاهداف. حتى بالورقه والقلم كده كان من، يعني الناس تقول لك من المستحيل خلاص، حتى يعني فارق الاهداف صعب جدا جدا، ولكن كمان صعودهم بهدف، يعني فرق هدف واحد اعتباري وجزء مهم جدا بيتكلم عليه ان نسخة او شكل المنتخب الايفواري في دور المجموعات كان شكل مختلف عن دور النوك اوت، اذا كان 16 8 نص النهائي والمباراة النهائية يعني. بالظبط. طيب المباراة النهائية شفتها ازاي؟ يعني المباراة النهائية انت فنيا شفتها ازاي؟ الاول يا كابتن لازم نقول زي ما حضرتك قلت التطور اللي حصل كبير في مستواهم، يعني ان انا اجي في دور الثمانية بعد الدور الاول ده ان انا اراهن على مدرب شاب، على فكرة ايمر سيفاييبا اول مدرب في تاريخ البطولة ما يكونش بدا البطوله وياخد اللقب. البطوله طبعا، يعني هو ما بداش البطوله، هو كان مدرب مساعد ضمن الجهاز الفني لجاسكيه، جاسكيه مشي فقالوا خلاص زي ما بقول لحضرتك ده يمسك كده نكمل الشويه الباقيين، ما له يمسك لغايه ما نجيب مدرب، عارف زي ما احنا عملنا كده، يمسك خلاص مؤقت لغايه ما نجيب مدرب، لان هم بيتعاملوا انهم خرجوا من البطوله، فده يمسك لغايه ما نجيب مدرب يعني بعد الدور الاول. خلاص الموضوع كان منتهي بالنسبه لهم. كامل وضعتهم القرعه قدام منتخب السنغال حامل اللقب، منتخب رهيب، فقالوا كده كده برضو خارجين نفس القصه، ولكن امرس فايه يراهن على فرقته، يبص الحماس في لعيبته ويقول هو حتى زي ما قال احنا، قال يعني التاهل ده جالنا، انا قلت ان احنا ميتين، هو الكلمه انتشرت منه احنا متنا خلاص، التاهل ده جالنا كده معجزه، لا، لعب بلعيبته يوصل لضربات ترجيح قدام منتخب السنغال يتاهل، بعد كده يروح دور الثمانيه يقابل اعتقد مالي او يكسبه منتخب مالي، وبعد كده يروح يكسب 2-1 بهدف في الدقيقه 121، صحيح. ده يدل الروح بقت عامله ايه في الفرقه بالظبط، وبيقاتلوا ازاي قدام جماهير وسط تشجيع جنوني طبعا من الجماهير اللي بدات تؤمن تاني بالفريق. بعد كده يجي في دور الاربعه المنتخب اللي طلعنا منتخب الكونغو يكسبه 1 يقدر يتغلب عليه 1-0 وبهدف مين؟ بهدف هالير. هالير ده كمان قصه ثانيه، يعني قصه ثانيه، قصه مع السرطان، يعني طبعًا تحدي كبير جدا وحاجه اعجاز، حاجه صحيح. فعلا اعجاز، تحدى الظروف اللي كان فيها اللي مشيته من الفرقه بتاعته وخلته، لا خلاص كانوا بيقولوا لاعب هيبطل خلاص. هو كمان كان على مستوى المرض، يعني الناس كلها كانت خلاص بتقول كده كده كاريره في كره القدم انتهى، ولكن هو الحقيقه عنده اصرار كبير جدا وعزيمه كبيره جدا، اولا لهزيمه المرض والعوده سريعا جدا. تتكلم في اوائل 22 كان عنده اصابه بمرض الكانسر وقدر بالاراده والعزيمه انه يعني يعود تاني ويرجع ويكون سبب من اسباب فوز بلاده بلقب كبير. يجيب اهم هدفين يا كابتن، هدف نصف النهائي هدف المهم جدا اللي صعدهم، وبعد كده هدف الفوز، وهدف الفوز صعب جدا يا كابتن امبارح. الكره دي كره صعبه جدا، كره فيرود، لعيب فيرود عنده كره ودماغه كلها كره،
كرة ملعوبة من سيمون أدينجر، عدى في الجبهة ناحية الشمال ولعب ودخل المنطقة ولعب عرضية، عرضية متوسطة الارتفاع دي عرضية صعبة، لا جاي على رجلك لها أرضية ولا على دماغك، عرضية المستوى ده عرضية صعبة، هو يشق طريقه بين الاثنين مدافعين ويخش ويحط الكرة يرفع رجله يحطها بالشكل ده في الزاوية الشمال، لا هدف صعب، هدف يدل ان اللعيب عنده كوره. ده حقيقي، ده حقيقي. بس اللي كان يعني كنا مستغربين من اداء المنتخب النيجيري الحقيقه، كان اداء وبيصير وتعامل مع المباراه بشكل تكتيكي خاطئ الحقيقه. ليه قلنا خاطئ؟ لان بعد الهدف الثاني لقينا المنتخب النيجيري بيضغط وبيشكل خطوره، ولكن اثناء المباراه كان بيلعب لو بلوك، يعني بيلعب ضغط، يعني مدافع متوسط، ما معتمد على الهجمات المرتدة، معتمد على كرة طويلة لأوسيمين عشان يعمل خطورة، لكن يعني على مستوى التكتيكي بيسيرو ما تعاملش مع المباراة بشكل جيد. يعني بص يا كابتن، أنا بحمل مسؤولية الخسارة كاملة لجوزيه بيسيرو. بيسيرو كان عنده منتخب قوي جدا، أسماء لوكمان وأوسيمين وشكويزي والمجموعة اللي عنده سكواد رائع طبعا. على صعيد الهجوم بالذات ومن بداية البطولة. لو قلت لأي حد بيحب الكورة أنت بترشح مين أو شايف مين هيكسب البطولة السنة دي، هيقول لك لا، المنتخب الوحيد اللي ثابت واللي مستواه متميز وبيقدم كرة جيدة هو المستوى، هو المنتخب النيجيري. كلنا حتى قبل الماتش مين هيكسب انا قلت نيجيريا، كله الترشيحات نيجيريا. الترشيحات قبلها كانت الحقيقه كانت يعني الناس تتكلم على المغرب، الناس بتتكلم على السنغال، بتتكلم على نيجيريا. لا انا قصدي قبل المباراه النهائيه. قبل المباراه النهائيه طبعا قبل المباراه النهائيه سهل عجو نيجيريا، كانت توقعات اكتر لمنتخب نيجيريا. كله بيقول نيجيريا، نيجيريا منتخب ظهر اقوى، تغلب عليهم في الدور الاول 2-0، فيعني انت افضل. انا شايف انه مش بعد الهدف الثاني يا كابتن بيسيرو خسر، بعد ما تراجع دفاعيا بعد الهدف اللي سجله. انت كانت فرقتك راكبه المباراه، كان ممكن تجيب الثاني والثالث، ولكن انت رجعت زي ما حضرتك قلت، رجعت الدافع واعتمدت على الكرات الطوليه بس الأوسيمين وكده، انما انت كان في ايدك ان انت تنهي المباراه. في المقابل ثاني لعيبه كوديفوار تمسكت بالامل ثاني وتشبثوا بالامل، وفي حاله طفره في مستوى عدد من اللاعبين، لازم نقول ان هو عمل كده طبعا. يعني لما اقول سيكو فوفانا نجم النصر، لا بيقدم بطوله خرافيه. سيكو فوفانا احد ابرز، يعني ان لم يكن نجم الوسط الابرز في البطوله هو سيكو فوفانا، عمل بطوله قويه جدا مع منتخب كوديفوار، نهاها في المباراه النهائيه باداء راقي جدا. فرانك كيسيه بعد ما بيسيب اوروبا ويسيب برشلونه ويرجع للنادي الاهلي السعودي، لا قدم مباراه كبيره وقدر يحقق هدف يا كابتن، وهدف صعب برضه، يعني حتى الهدف اللي جابه كيسيه بالهيد، الهدف الاول هدف التعادل، هدف برضه مش سهل. سيمون ادينجرا نجم كبير جدا من نجوم البطوله، ففي لعيبه عمل، الحارس يحيى فوفانا حارس متميز جدا طبعاً. وقدم بطوله كبيره. يعني انا شايف ان الروح القتال اللي زي ما بنقول كنا بيتميز بيه منتخب مصر وارتفاع المستوى، حتى كتير ربطوا في البطوله دي بين منتخب كوديفوار ومنتخب مصر، ارتفاع المستوى مع البطوله، كان دايما نقول منتخب مصر بيعلى مع البطوله، ممكن يبدا وحش ويعلى مع البطوله، وده كان امل المصريين في بدايه البطوله مع المنتخب، بس احنا ما عليناش في البطوله دي. فمنتخب كوديفوار مشي على النهج ده وعالي قوي مع البطوله، ارتفع مستواه بقى ند قوي وبقى منافس قوي. بيسيرو في المباراه النهائيه طريقه اللعب بتاعته خاطئه، حتى هو في المؤتمر الصحفي بيقول مش ممكن انا كمدرب اعتمدت على اسلوب نجحت بيه في كل البطوله وخطه لعب نجحت بيها اغيرها في المباراه النهائيه، مش فاهم ازاي. هي كلامه منطقي، ولكن انت بتتعامل مع اجواء مختلفه، بتتعامل مع مباراه ليها كل مباراه ليها سيناريو. كان ممكن جدا، خلي بالك، كان ممكن جدا يحافظ على الجول بتاعه، هو طالع الشوط الاولاني كسبان 1-0 بالظبط، كان لكن هو من خلال المباراه ممكن يقرا المباراه، لا الكاونتر اتاك مش جاي فهنعمل ضغط عالي زي ما عمل اخر 10 دقائق. خلي بالك اخر 10 دقائق كان ممكن يحرز هدف التعادل، زي ما بدا كان قريب جدا زي ما بدا المباراه، ولكن يعني نقطه خلاف. عايز اسالك على الجوائز الفرديه، هل شفت في جائزه ما كانتش مستحقه؟ جائزه احسن لاعب حصل عليها مدافع النيجيري كان حق بيها مثلا فرانكي سي، يعني شفت الجوائز الفرديه مستحقه لكل واحد فيهم بنسبه كبيره؟ بنسبه كبيره. ويليام تراست ايكونج مدافع وقائد منتخب نيجيريا، واحد من ابرز لاعبي البطوله في التشكيله الرسميه طبعا، يتواجد بلا جدال المدافع رقم واحد، سجل 3 اهداف لمنتخب بلاده، كان من الاسباب الرئيسيه في صعود نيجيريا طبعا للمباراه النهائيه، فهو ابرز لاعب في البطوله. يعني بنسبه كبيره انا متفق مع الاختيار ده. اللاعب الصاعد طبعا سيمون ادينجرا،
نجم برايتون، جناح برايتون الانجليزي، واللي سعره هيرتفع وهيتغير خالص بعد البطوله دي، بعد الاداء اللي قدمه مع منتخب بلاده، خد جائزه افضل لاعب شاب. الحارس، الحارس طبعا نتوقف عند ويليامز الاخطبوط ويليامز، حارس منتخب جنوب افريقيا. منتخب جنوب افريقيا يا كابتن، ويمكن حضرتك تتفق معي في الكلام ده، لم يكن ضمن دائره الترشيحات تماما حتى لدور الثمانيه. ده حقيقي. يعني طب لو هنجح هيوصل دور 16، طب ممكن ده البطوله فيها افضل توالد يوصل دور 16، انما منتخب جنوب افريقيا يصل للمربع الذهبي، فده كان عامل كبير جدا واساسي فيه للنجم بتاعهم والحارس المرمى ويليامز، اللي احنا عارفينه طبعا كتير في مصر مواجهه الاهلي ومع فرقه سان داونز، ويمكن احد اسباب اللي احنا دايما بنقول عليه الانسجام. انا شايف ان احد اسباب منتخب جنوب افريقيا في البطوله دي ونجاحه هو الانسجام، ان انا عندي 8 9 عناصر من فرقه سان داونز، ده ومنهم 6 بيشاركوا بصفه اساسيه او 5 بيشاركوا، ده عمل نجاح كبير. زي بالظبط منتخب مصر في فتره البطولات الافريقيه الثلاثه كان معظم سكواد منتخب مصر النادي الاهلي. على فكرة مش عيب، حتى لما كنا بنتكلم على عدم التفاهم ما بين مثلا حجازي وعبد المنعم، وكنا بنطالب ان ياسر ابراهيم يكون موجود. ياسر فنيا كان عالي جدا، ولكن حتة اللي انت بتتكلم عليها، حتة ان احنا عارفين بعض كويس وفاهمين بعض كويس في البوزيشن ده، ممكن يأثر ايجابيا كتير قوي في الملعب عن حد ممكن حتى لو كان امكانياته كويسة، ممكن الدفوع او عدم التفاهم ممكن يعمل شيء من القلق. يعني على مستوى افضل مدرب، وزي ما انت بتقول يعني اول مدرب في تاريخ البطولة بيفوز بالبطولة وهو ما بدأش مع المنتخب، يعني شفت ده ازاي؟ وهل كان مستحق فعلا نتيجة للانجاز اللي عمله؟ طبعا تقديرا لجهده الكبير اللي عمله. فايه أو مين بقى تاني مدير فني بالنسبة لك؟ يعني هو طبعا خد المدير الفني للمنتخب الايفواري، مين افضل مدرب بالنسبه لك بعد؟ انا لو كنت هنافس عليه ان حد ياخد الجائزه منه كان هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب افريقيا. مدرب رائع، مدرب رائع، اتعامل مع فرقته بشكل جيد جدا، اتعامل مع مباريات صعبه واجهها بشكل جيد جدا، تجاوز صدمه البدايه قدام مالي بالخساره 2-0 وقدر يرجع بفرقته ويقدم مباريات كبيره، وتعامل بذكاء مع عدد من المباريات وقدر يتعادل في مباريات كان متاخر فيها. انا شايف ان هوجو بروس قدم بعض التقارير بتقول انه يكون المدير الفني القادم للمنتخب التونسي، وعروض ما بالظبط لسه اقول لحضرتك، تلقى عروض مغريه من كذا حته سواء منتخبات او كمان بره في اوروبا بعد البطوله اللي قدمها، ولكن هو الراجل كان ليه رد واضح، قال انا مرتبط لسه عقدي مع الاتحاد الجنوب افريقي لسه سنتين فيه، عايزين لغايه 26 لغايه كاس العالم، عايزين تسالوني او همشي مصيري وكذا، قال لهم اسالوا الاتحاد الجنوب افريقي، انما انا بحترم عقدي وبحترم عملي. طب على مستوى خيبه الامل للمدربين، المدربين الفنيين اللي انت كنت متوقع ان يظهروا بشكل جيد ما شفتهمش قوي، يعني ما ادوش بشكل جيد، كان على مستوى المدربين كان مين؟ انا شايف اكتر مدرب خذلني في البطوله دي وليد الركراكي، منتخب المغرب. منتخب المغرب طبعا، وجمال بالماضي، دول اسمين مدربين كبار كان منتظر منهم الكثير. وليد الركراكي كان مرشح زي ما حضرتك عارف طبعا في جائزة الفيفا ضمن افضل مدرب بينافس على مستوى العالم، على مستوى العالم، واحد من افضل 3 مدربين بعد الاعجاز اللي عمله منتخب المغرب في كاس العالم. فالحقيقه كان مفاجاه، حتى بعض الصحف المغربيه هجمت وقالت ان ده مدرب مغرور والغرور صابه ومش عارف ايه، ولكن احيانا ويمكن حضرتك كوتش عارف كان في ممكن باد لك او انت ما مشيتش معاك او الدنيا. انا بتفق ان كان في باد لك، ولكن على مستوى الايجو شويه، على مستوى الثقه الزياده شويه، ممكن انت توصل من المجموعه او توصل احساسك. المدير الفني على فكره اللعيبه بتاخد من 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 بتاخد من المدير الفني، من شخصيه المدير الفني، لما بيحسوا انه عنده ثقه زياده ممكن الثقه دي تتنقل من يعني بشكل سريع جدا للعيبه، وده اللي ظهر. منتخب المغربي منتخب رائع ما بالزبط. عندوش اي ناقص، لكن حته الجزئيه انه كان عنده ثقه زياده شويه ان هو لا هيعدي، لا الموضوع بالنسبه لنا سهل، ده اثر على النتائج بشكل كبير. انا اتفق مع حضرتك، انا شايف ان اكبر نقطه ضعف للمنتخب المغربي في البطوله دي انه دخل البطوله هو بيقول انا البطل بعد كاس العالم. طيب خلينا اخر 5 دقائق معاك نتكلم شويه على البريمير ليج، يعني قفلنا ملف البطوله الافريقيه، خلينا نخش على البريمير ليج. شايف الدنيا ازاي؟ شايف هل منافس قوي للمان سيتي؟ هل المان سيتي هو الابرز؟ هل ليفربول قادر؟ في نقطه مهمه جدا
ان المدير الفني اعلن اوريدي انه هيمشي اخر الموسم، مفيش يعني لو عندنا اي مدير فني اعلن الكلام ده انا ماشي اخر الموسم، بتلاقي الدنيا ممكن تقع اه حاجة. لكن احنا شايفين العكس، شايفين ليفربول كمان الكيرف عالي جدا وماشيين بشكل جيد. شايف ازاي البريمير ليج اخر في اخر جوله يعني؟ انا ممكن بس عايز ارجع للجوله اللي فاتت. ماشي. الجوله اللي فاتت هي اللي يمكن انا هقول ان الجوله 23 اعادت ترتيب الاوراق في البريمير ليج مش الجوله 24. الفوز الكبير اللي عمله نادي ارسنال او فريق ارسنال على ليفربول، لا ده قلب مع الفرقه الدنيا خالص، قعد ليها الثقه انك تكسب البطل يا كابتن او تكسب الفريق المتصدر، لا ده بيفرق معاك جامد. والفريق اللي كله يعني عامل نتائج باهره من اول موسم فرقه ليفربول، ارسنال قدر انه يكسبهم 3-1 طبعا في مباراه قويه جدا الجوله قبل اللي فاتت دي، رجعت فريق ارسنال. جينا الماتش الثاني على استاد لندن الاولمبي الجوله اللي فاتت بره ملعبه في ديربي لندن مع فرقه وستهام، بيكسب بالنتيجة مزلزلة 6-0. تكسب فرقة وستهام وده ماتش دايما ماتش ديربي، ما فيش طبعاً. فيش النتائج دي بين وستهام والاثنين من لندن والاثنين بينهم شد وجذب، لا ما كسبش 6. وحاليا طبعا كله خلاص ان ديفيد مويز لازم يرحل وكل الجماهير بتطالب بكده ومسؤولين النادي، لان الفرقة قبليها برضو الجولة 23 نفس القصة يا كابتن، خسروا 3 بس من مانشستر، مانشستر يونايتد، ومانشستر نقف عنده صحوه كبيره جدا. طب تعالى انا وانت لو الفريق الاعداد جاهز نشوف نتائج الجوله ال 24 من الدوري الانجليزي. ايهاب بيتكلم على الجوله 23 كانت مهمه جدا نتائجها، لكن كمان نشوف يعني نتائج الجوله ال 24 للدوري الانجليزي، ونتكلم على المفاجات، نتكلم على بعض المباريات اللي فيها المان سيتي بيفوز على ايفرتون 2-0، وفولهام بيفوز على بورنموث 3-1، ليفربول بيفوز على بيرنلي 3-1، توتنهام بيفوز 2-1 على برايتون، وولفرهامبتون وهزيمة أمام برينتفورد ب 2-0، ولوتون تاون وخسارة أمام شيفيلد يونايتد ب 3-1، نوتنغهام فورست وهزيمة أمام نيوكاسل 3-2، ونتيجة كبيرة جدا جدا في ديربي لندن ويست هام يتغلب من أرسنال بسوداسية نظيفة، وأستون فيلا هزيمة أمام المان يونايتد 2-1. المفاجأة بنتكلم على مباراة الأرسنال، شفتها؟ هل كنت متوقع النتيجة ديت؟ الديربي دايما بيكون فيه أهداف وأهداف كتير، لكن ممكن تطلع 2-2 3-2 يعني، ولكن 6-0 نتيجة كانت كبيرة جدا، وأكيد ليها تداعيات على مستوى وست هام، على مستوى المباراة نفسها. احنا شفنا يا كابتن منظر، لو حضرتك أكيد شفت الماتش، شفته بين الدقيقة 40 تقريبا او الدقيقه 42 في الشوط الاول، الكاميرا نقلت على الجماهير. صحيح. الناس جسر لندن كل الجماهير كلها خرجت بتمشي، كلها سابت استاد لندن الاولمبي، جماهير فرقه وست هام، وغادرت المباراه وخرجت منها، لان نتيجه كانت مزلزله ومفاجاه، وده زي ما قلت لحضرتك القى الضوء على مستقبل المدرب ديفيد مويز، اللي خلاص يعني تقريبا بيقال ان ايامه بقت معدوده وبيبحثوا عن مدرب. ولكن هي المعادله دلوقتي، هل هرحل على طول فورا دلوقتي ولا اصبر لنهايه الموسم؟ ولكن نتائج الفرقه بتتراجع، ويست هام كان في المركز الخامس والسادس بدا يرجع وبدا ترتيبه يرجع، وفرق جايه يعني مانشستر يونايتد لا بيقرب خالص وبيكسب ماتشين ورا بعض وبيطارد فرقه استون فيلا. ما دي المباراه اللي كنت عايز اكلمك عليها، كانت مباراه مهمه جدا ما بين استون فيلا والمان مان يونايتد، قدر مان يونايتد يفوز فيها وبقى في المركز السادس بيقرب شويه، لان كان في فتره من الفترات الفجوه كانت كبيره، فارق النقاط كان كبير ما بينه وما بين حتى استون فيلا، لكن فوز مستحق خلاص بقى ورا بعض دلوقتي وقرب جدا منه في النقاط. وممكن الماتشات الجايه كمان نشوف فرقه مانشستر يونايتد بتخش. الغريبه يا كابتن كانت تصريحات تنهاج، يعني تنهاج بعد المباراه هو كسب 3-0 واستهام الجوله اللي فاتت والجوله دي بعد ماتش قوي جدا، فرقه استون فيلا من الفرق القويه جدا الموسم ده، احنا متابع بالظبط يعني مش سهل تكسبها، هم كانوا جابوا واحد وتعادل، استون فيلا قدر يتعادل وبعدين مانشستر رجع جاب جون الفوز. فانا الحقيقه توقفت عند تصريحاته لما قال يعني انا مش عارف الراجل يعني الراجل ده غريب شويه، يعني قال لك انا احنا قادرين نكسب ليفربول، قادرين نكسب مانشستر سيتي، قادرين نكسب ريال مدريد، قادرين نكسب باريس سان جيرمان، وذكر كبار اوروبا كلهم. طب انت بناء على ايه يعني؟ يعني المستوى السيء اللي انت ظهرت عليه من بدايه الموسم وفي البطوله الاوروبيه كمان المستوى السيء اللي ظهرت بيه كان هيمشي يعني كان في وضع احنا يعني كنا بالظبط احنا قلنا ان هو خلاص هيمشي مش هيكمل الاداره. ولكن مانشستر من الفرق اللي تستحق الاحترام في الفتره دي في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي يا كابتن مشتعل جدا، مشتعل جدا الموسم ده بشكل يمكن اقوى من الموسم اللي فات، عندنا اربع فرق
لا طالعين نازلين والصراع بتتكلم ليفربول مان سيتي الارسنال وبتتكلم على توتنهام توتنهام في لسه على طول استون فيلا في المان يونايتد بعديها على طول بالظبط ولا والثلاثه اللي فوق يا كابتن لا الصراع ما يختلف يعني من كام جوله لو حضرتك تفتكر قلنا السيتي بعد بس ما حدش يقول السيتي بيبعد السيتي السيتي بيقدر يرجع على طول وبيقدر يعوض حاليا الترتيب ب 54 52 52 يعني ليفربول أربعة اعتقد السيتي كمان ليها مباراه السيتي ليه مباراه مؤجله مباراه مؤجله يعني ممكن لو كسب هيبقى 55 هيعدي ليفربول فانا شايف الصراع ده مستمر شويه خاصه مع عوده ارسنال ارسنال كان بدا في الموسم اللي فات في الفتره زي دي ينهار يبدا لا النتائج ترجع لا هو كويس انه خد التشك والصدمه الموسم ده خدها بدري شويه في نص الموسم كده يعني النتائج اللي تراجعت شويه الموسم اللي فات كان في الآخر. كان اسمه يناير الحزين لان كان الكيرف نزل بالظبط بشكل مرعب يعني نزل جامد هو دلوقتي لا ده هم خدوا الصدمه في الكام كان في ديسمبر كام ماتش تعرضوا تعادل وخساره ورجع ترتيبهم للمركز الرابع كمان لا وبداوا يستعيدوا تاني انك تكسب وتسجل في ماتشين ورا بعض 9 اهداف لا كتير كتير ان الفرقه بترجع وارتيتا الموسم ده عنده عناصر الحقيقه مميزه جدا 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 بوكويو ساكا بيقدم واحد موسم استثنائي على موسم من افضل مواسمه كابتن جدا جابرييل مارتينيلي الناحيه الثانيه قدامه تروسارد في النص وديكلان رايس لا عاملين شغل عالي جدا جيسوس حتى بينزل بديل يعني لما يبقوا مطمنين في المباراه بينزل عنده الاثنين قلبين الدفاع جابرييل وماجلايس عاملين لا شغل جامد الفرقه متوقع لو مشيت بالشكل ده يا كابتن هتتنيها منافس لاخر الموسم دي عاده الدوري الانجليزي الحقيقه ممتع ومثير للحظات الاخيره ايهاب بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده بتنورنا وبتسعدنا انا متشكر ليك يا كابتن كنت سعيد بتواجدي معاك وبحيي كل جميع متعلق دايما يا بوب شكرا جزيلا الشكر متواصل لحضراتكم دي كانت نهايه حلقتنا النهارده ان شاء الله الجمعه اللي جايه مش موجودين مع حضراتكم في طبعا مباراه النادي الاهلي مع شباب بوليسداد ان شاء الله اشوف حضراتكم الاثنين اللي جاي الاسبوع اللي جاي في يوم جديد وحلقه جديده من المحترف